السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، أول شيء مساكم الله بالخير، وهذه الحلقة الثامنة من سلسلة رياض الجنة اللي نتكلم كل جمعة عن الجنة، عن وصف الجنة، عما عد الله عز وجل في الجنة لعباده الصالحين. الله يجعلنا وإياكم والدين ومن نحب منهم يا رب العالمين. اليوم الكلام في هذه الحلقة عن فقراء المسلمين ودخولهم للجنة قبل الأغنياء. هذه ميزة أعطوها الفقراء اللي عاشوا الفقر في الدنيا، أعطوا ميزة إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. مو مسألة إنهم أكثر منهم عمل أو أكثر منهم إنفاق أو تقدموا في مزيد عمل، لا، إلا أن الأغنياء يؤخرون لدخول الجنة للحساب. لذلك جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ماله، من أين اكتسب فيما أنفقه. فالغني يعني اللي عنده مال راح يسأل عن أمواله، من أين اكتسبتها، فيما أنفقتها، وين طلعت الريال الفلاني، الدرهم الفلاني، الدينار الفلاني، قبل كذا، بعد. أما الفقير يعني وين كان عنده يعني قوته، فما فيه زيادة. قد يسأل عن قوته لكن يكون أسرع، مو مثل اللي عنده مليون، مليونين، 10 مليون. والتأخير هذا ذكر ابن القيم أنه يكون على حسب حال الأغنياء، كثرة ماله من قلها، كذلك كثرة أعمال الفقير من قلها. جاء الحديث وفي ترى روايتين مختلفة، لذلك هذا التفصيل مهم، اللي هو مقدار غنى الغني ومقدار زيادة حسنات الفقير. الشرح اللي قلته قبل شوي مهم جدا، إذا ما فهمت ارجع ثاني مرة عشان تربط بين الروايتين اللي أنا بذكرها الآن. أنا بذكر الآن روايتين فشرحها في السنابات اللي قبل عشان تفهم، تقول ليش يدخلون في مدة زمنية يدخلون فيها 500 عام، وفي رواية ثانية أنهم يدخلون قبل ب40 سنة. الشرح ذكرته في السنابات اللي قبل هذه، أذكر الآن الروايتين وكلها صحيحة، واحد صحيح مسلم، واحد في سنن الترمذي، ورجاله رجال الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا على الحبيب، اللهم صل على نبينا محمد، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. نصف يوم يعني أيام لهن؟ لا، الله عز وجل قال: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لذلك اسمع الحديث: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. هذه الرواية الأولى. اسمع الرواية الثانية في صحيح مسلم، أخذ معي الحديث برواية ثانية اللي هي صحيح مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن فقراء المهاجرين يعني المسلمين يسبقون الأغنياء يوم القيامة ب40 خريفة. هذه في صحيح مسلم. كذلك في سنن الترمذي حديث آخر يعني رواية أخرى: يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنياء ب40 خريفة. الجمع بين الروايتين في السنابات، بداية السنابات اللي ذكرتها اليوم عن جمع بين 500 سنة و40 سنة، من هذا على حسب غناه. يعني واحد عنده مليون يعني في الدنيا، لا، واحد عنده مليون رأس ماله مليون، يفرق لما يجلس يجرد أمواله ويجرد بضاعته أبو 10 مليون. فرق الجرد صح ولا لا؟ فرق الحسابات، فرق، أكيد فرق. كذلك في الآخرة، عشان تفهم الصورة هذه أنا جبت لك المثال هذا. لكن ترى في سلوى، لكن هذه سلوى لكل فقير في الدنيا، لكل معدوم، لكل من يعني حاصرته الديون وحاصرته القروض وحاصرته الدنيا قاصرة عليه من جميع الاتجاهات. ترى هذه سلوى لكل أحد فقير، لكل أحد معدوم، أنك تدخل الجنة قبل الأغنياء. هذا تصبير لك، أصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طولت أنا عارف، لأني هاي بعوضكم على الجمعة الماضية. اسمعوا في حديث هنا في مسند الإمام أحمد، شف واحد فقير واحد غني، خويا في الدنيا، تلاقوا في الجنة ودار بينهم سالفة أقولها لكم. خلاص يلا خذوها في السنابات الجاية بشكل موجز سريع. هذه في مسند الإمام أحمد، أن في واحد غني واحد فقير، أخويا كانوا في الدنيا، فالتقوا عند أبواب الجنة. فالفقير
سأل الغني وينك يا أخي؟ والله لقد خفت عليك، افتقدتك. فرد عليه الغني والله لقد حبست بعدك محبسا فظيعا كريها حتى شال مني العرب. ف يعني هذه خاطرة أنهم كيف، شف حتى في الجنة المؤمنين يفتقدون بعض وحتى يشفعون البعض، إذا كان هذا في النار هذا في الجنة يشفع له. إن شاء الله نتكلم عن الشفاعة بعدين إن شاء الله في سنابات، وشفاعة المؤمنين لبعض والأصدقاء كذلك يستغفروا من الإخوان، ها؟ فإن الإخوان لهم شفاعة، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، الصالحين يشفعون البعض، ليجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. إن شاء الله نكون سنابات جاية. هذا كان اليوم ما تيسر إراده، وأسأل الله أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية. اللهم صل على محمد.